السائل يسأل عن الصور التعبيرية التي تكون في برامج، هل هي محرمة أو لا؟ ذوات الأرواح. المتقرر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صورة الوجه، ولذلك قلت إن صورة ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة كاملة، بحيث تحلها الروح، أو كانت صورة الوجه، حتى لو صورة الوجه بمفرده فهي حرام. نعم، الروح لا تحل الوجه بمفرده، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صورة الوجه، أو قال الصورة على الرأس الآن، يعني أنا متردد، لكن على كل حال هذا المقصود. علمنا أن الرأس أو الوجه إذا وجد من فراده فهو صورة محرمة. هل هذه الصور التعبيرية للوجه الضاحك والباكي والعين الدامعة صورة للوجوه؟ أما أنا فما ظهر لي أنها صورة وجه على الوجه المعتاد، وإنما هذا يعني على هيئة معينة وفيها تعبير معين، فلا أرى أنها حرام، لكني أقول إنها لا تليق بأهل المروءات، لا تليق بأهل المروءات، يعني لا يليق بطالب العلم أن يستعملها إلا إذا كان مع زوجته